قفشات ضاحكة عفوية متكتكة، قفشات ضاحكة عفوية متكتكة، والأحلى ردة فعلك عصبية رومانتيكا. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا بكل اللي عم يتابعوا معنا برنامج شو في ما في. أسرة شو في ما في بتحب الرحلات وشم الهواء، لكن ما في عندها مركز للانطلاق. بتاخذ العناوين من أرمات المحلات وبتجمعها بطريقتها. خلونا نتابع هالرحلة من وين ولوين. علم قديش الساعة؟ ما سمعت؟ تنتين إلا ثلث. تنتين؟ إجا شي باص كبير وقف هون؟ باص رحلة؟ لا ما إجا شي. ما إجا؟ هادي مرحبا. ما وقف هون باص ابدا؟ باص ما وقف؟ حكي عربي ما عم بحكي اجنبي. قال انه قالوا لنا على باب المكتبه هون الباص بياخذنا. شو لونه؟ ما شاف باص. ها؟ شو لونه؟ كريم بيج؟ ابيض. او بلانسار. مو مرقتوا على الشباب؟ بس انا ما حكيت. قبل ما استناهم هون مشان الطريق. قريبه. عشان هذا الصيف من العالم. مرحبا يا شباب. بس عندك هيك كلهم كلمة سوني. حطهم على جنب قدام. اوه قديش الساعة؟ لا سكرتوا باب المكتبة هيك. لا لا حطهم على جنب ماشي. ايه ماشي خلي مجال يمرق زلمة. ماشي على جنب ماشي هون. لحظة ما بيأثر. ما سمعت. هيك سكرت الطريق هلا. لا تسكر الطريق. شو برجع؟ دلو. ماشي اذا بتريد يعني حطهم على جنب. املوا الايميل شنتاي حطها هنيك. ماشي هي جريدة ما شو بدي جريدة بدي مجلة. شراب.
هلا شو ريع جينا تفضل وشرف تفضل شو عبيو عشان هاي في رحلة في رحلة لوين مع الأستاذ هاي المناظر اللي قلت لك عليها شوفها إياها ايه عرفتوا؟ يا شباب المجلات لا تبعزون الزلمة يا شباب متى ما عرف خذ راها بس رجعها عندك شي بارين؟ دفعوا له حقهم دفعوا من راهم هني خليه يكملها معلش معلش خليه يكملها ما مكتوب عليها سعرها خلص تبقى بتعطيه حقها عم بحطوها عشان بعدين شو معكم لك ليك شريهان شريهان حاطه عدسات تاشو ها مو شريهان لا شريهان هي يسرى يسرى هي شو بدك رضوان؟ السرطان مجانا هيك كفو للكل؟ شو؟ راح شوف لك الجدي انا بحبها ايه. جدي عفوا اللي وقف هون اللي وقف هون عندك كيس هادي هادي شوفها منيح روح شوف احنا عنا رحلة رفكي لا لمين عم تدق ما معك معك رقمه؟ مين ايه؟ تبع الباص ما في داعي تدق له نحن قلنا لحالنا بنوقف على المكتب بنقرا لنا مجلتين طيب خلينا واقفين بس نحن شغلتنا ربع ساعة نحمل حالنا ونمشي لو سمحتوا ربع ساعة بس لو سمحتوا بس ربع ساعة لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا ما استأذن من حدا بس الوالد سمح لنا معلش مبني انا ما بسمح له سمح لنا ما سمحت لنا يا خي انا ما بسمح لحدا معلش لو سمحت لنا بس نص ساعة ولدي الله يرضى عليك يلا بس نص ساعة يلا بس نص ساعة ما بدي اطول بالك طول بالك طيب هون ها ما سمعت الزبائن اذا بدها تفوت بس هالسنة ايه ايه يا هلا هلا مو مكتبة بيروت هون ها والمكتبة هون سلوا وين ما يجوا شباب لا شباب يا استاذ مري يا شاب نقرا فيهم بس لبين ما يجي باص الرحلة ما لي شيء لا ما لي شيء لا بس لبين ما يجي لا لا هون للبيع بس لل ما رح ناخذهم معنا نحن اعطينا اعطينا قلم مو مكتبة هون معلم اعطينا قلم بيعنا قلم اعطينا قلم بيش اعطينا قلم بالله نمزيل وين ابو احمد؟ ناديله تفضل يسلم شكرا هلا هي متى ما انكتب عليها ما عاد تنباع؟ معقولة تنباع يعني؟ معقول إذا بتكتب عليها تنباع؟ صفحة بس متسنة معقول؟ آسفين ما في وحدة قديمة؟ بدك القلم؟ بدي اشتريها قديش حقه؟ 500 ليرة إذا بتكتب عليها ايوه بدك اياها هاي شو هي الجريده اخذ وحده هو انه هيدي بدك اياها بتشتريها ما بدك اياها من حطها ايوه معك 500 ليره
بس الصفحة هي نقراها و... حبيب قلبي حبيبي مالك جميل معنا نحن جايين مشان الرحلة مشان الرحلة فيكم تكونوا هون عائلة ها؟ الجرايد هون للشري مثل القرايب وعدونا نحن هون على باب المكتبة فيك توقف هون فيك توقف هون هون خايفين نجي يجوا ما يعرفونا قلنا لهم على باب المكتبة هون هون معقول على باب المحل واقفين لهيك قالوا لنا على باب مكتبة بيروت مو هون يا خيي وقف لي هون طيب انا وقف لك هون بس خلي الاغراض مشان يعرفونا بس شي مرة يا حبيبي ياخدون. شو في 100 زلمة هون مع شفوكم وقف لي هون قدام كمان الاخ عم يستنى الرحلة يا حبيبي وقف قدام مش عارف انت لو عندك محل بترضى الوقفة وقف قدام هلا بيجوا ما بياخذوكم وينك؟ مو باي مو باي بنضل هون يعني والله عن جد بجوز يمرق لك ليك عيني حبيبي ما تسلمني هذا باب محلي وباب رزق فيك توقف هون لك اخي على راسي باب رزق على راسي وعيني انت وقف لي هون معلش يا شباب بعدوني شوي خلوني بعدوني شوي يا خيي لا تبعد هون وقف لي هون هون ما في شل الشنط شل الشنط يا خيي ما بشيل البيع ما بشيل البيع اطلاقا وقف لي حط لي الشنط هون شوف عيني ما في للبيع ما عندي شيء للبيع وقف لي هون جبتوا ترمست الشاي قال ما في شيء للبيع يا خي مش مكتبه ما عندي شيء هون للبيع ترمست الشاي بس اذا بتريد بس نشرب شاي هلا بيكونوا اجوا بنمشي عيني شو دقيقتين فهمني فهمني شوي قل لي شو بدك فهمني شوي وقاعدين على باب محلي ما توقف حط لي الشنط هون رحله بدها تمشي يا خي شو بدي فيك وبالرحله انا حط لي اغراضك هون والله حلو طيب حط لنا الاغراض عندك يا خيي ما بدي حل عني يا خيي ما طايق انا حط اغراضك هنا طيب عمرك عم نمزح معك يا خيي مت... معك الكاميرا خفيه يا عيال ما تسمح يا ولاد يلا زقي وزغوط قلقك شف حلوة مظبوطة والكاميرا مثل المراية تنقلك كل الحكاية والكاميرا مثل المراية تنقلك كل الحكاية بالبرداية مخباية مثل العروسة محطوطة يلا زقي وزغوط قلقك شف حلوة مظبوطة يلا بس دقيقتين عود دقيقة احنا نشوف عود اذا انت قلت له شلون عود لا عود هلا هي شو هي من وين منقي هالأسرة يا زياد؟ ما صفي إلا المرجوحة تشتريها أنت والعيلة إذا بدك تشتري مرجوحة لا تورط حدا بكسرة تعني في يوم؟ لا والله
ما بتعرف فيهم. اخذين واحدة من عنده ها؟ اخذين واحدة مشان ما يغشونا بس نشوفها من واعد المدام هلا بتجي. بس شوف لي اياها بتعرف فيهم؟ الا ما يكون مبينة من منظرها مو هيك. شوف لي اياها بتهز ما بتهز. هو الكرسي كله انا واعد المدام بتشتري لها اياها يعني شايف المدام بنشتريها بس قلت اذا بنشوف واحد يعني بيعرف الاسعار احسن من اخذ واحد ما بيعرف الاسعار. نوعيتها كثير كويس ما اسمع فاصله انت يعني شو بتسوى؟ ايه والله ما بعرف ما عندي فكره عندها والله. نوعيه الحديد نوعيه هذا هي اجت المدام انا بنتناقش فيها انا وياها. انت وينك؟ هاي الاخ بيعرف فيهم اخ بيعرف فيهم. هاي المدام خرجنا ناخذها انا وياها الان مرتبه. وين كنتي وين كنتي لهلا وين كنت؟ رحتي اكلتي ما شفتك عم بيع الشاورما وانا ما عرفت اكلتي انت سندويش ما اكلتي شو اكلتي اليوم؟ ما اكلتي مع الغداء صار مع الغداء طلعت لي بسندويشات شي طاعون انا ان شاء الله بصراحه. هي اجت البنت كمان بس انا اهلين بابا يا اهلين أهلي بابا بس اشتريت مرجوحه ولا مسحها ولا مسحها ولا بروستد ما بعرف شو القصه اليوم. خيرتوني انا جوعان كمان. طيب اخي جربنا اياها بس شفنا عود نشوفها عود لنشوف عادي عادي حنان نشوف عادي عادي بابا عادي عادي عدو عدو لنشوف تلقى ما عندها غيرها يعني هلا ناخذ شو عندي غير حق 13000 ليره هيك والله صار صوت جايبه هيك جايبه من الفلبين عم بيقول مو نوعيتها جيده هي عم تقول انت ما قلت نوعيتها جيدة ما تقول نوعيتها جيدة هي عم بيقول لي عن نوعيتها بتحمل تفضل عود عود انا وياك نقعد نشوف ما بتخلى شيء من هون ادي حنان لنشوف ادي عود اخي الكريم عود لنشوف عود انا وياك لا ما بتمعت هلا عود يلا ونعمله شوفي الان هاي عدي عدي جنبي حنان لشو عدي بابا عدي لشو شو شايف ما عم تهز ما عاد تهزنا شوي هلا انا مين بده يدفع لي حق المرجوحه والرصيد الاخ قال نوعيتها كثير كويسه يا اخي مين قاعد طول بالك وين ماشي طول بالك مين بده يدفع لي حق اخي جاي انا شو زلمه طبعا بدي اخذ نسجل صلحها ما بستني شوي لنشوف نحل مشكلة السندويشات المرجوحة انت اللي عدت ولا هو؟ هو الاخ هو اللي جربها مو نحن عفوا اخي الكريم قال لك تعال شوي تعال حكيك شوي اخ قال بيعرف فيهم شو؟ وقعد وهو اللي ما بعرف شو سوى انا بالنسبة لي انا ما بعرف ما بعرف شو اذا انت نزعت عنده يتغرب بحقه يتغرب بحقه يا زلمة لك يا اخي مين قعد عليها؟ نحن يا كان نحن يا كان لا يا اخي انا شفتك لا انا بصراحه شفته له هو قعد عليه هذا بي اول من بابا اول من وقع مين الحقيقه هو ابي انا شفته بعيني انا وقعت لك ما انت قلت لي وهي حاطه عدسات كمان بنتي اخي حل بينك وبينه فعلوا فعلوا اخي فعلوا فعلوا بس اخي مجي هلا حتى زعلوا انت جيب الشرطه طب شو ما بدي شرطه لك اخي ما بدي شرطه انا جاي نشتري شو دفعنا لك ناخذ مصرياتنا بنمشي احنا كلفنا لك 100 ليره تقسم انت ويا اخي اسمها بينك وبينه شو بدي اعمل ما بتدفع ولا ليره لا لا اسمها بينك وبينه شو ما بعرف والله الاخ هو اللي وقع لحظه يا اخي لا طولوا بالكم وقفوا سوزوكي واطلعوا يلا لاحقكم انا حاسبوا حاسبوا ما بيقصد شو حقها يا دش حقها 13 انت اللي قاعد عليها هو اللي قاعد عليها بلا قلت لك وقفي السياره انت وياها واطلعوا يلا 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 كمان دخلوا بمشاكل مراجيح كمان يلا اطلعي انت وياها طيب وانا طيب بدي احل مشكلتي بدي اخذ دفتي علي اعطيه اعطيه اخي اعطيه 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 شو شو اول شاط مثلا 13000 ورقه هدول لك ليه؟ لا قديش مكتوب صباطك ايطالي شو دخل الصباط؟ لك شو دخل الصباط يعني معك الحمد لله ومعك سجل حق 25 اخي طول بالك لا لك شغله ما بدك تحلها هذه ما حليتها انا ما دخلني انا ماشي وقفوا تاكسي شو ابو تاكسي ليلي وقفوا تاكسي وماشي انا ماني عارف انا مارق من هون نزلنا سياره لهون قلت لك بسلمي عليها اسمع لك الله يرضى عليك انا ذنبي تعال لا وينها تعال لا
نزعت فهم علي شوي فهم علي قديش حقها المسجلة؟ شو بدي حقها؟ حقها 20,000 ورقة مسجلة؟ اي والله اي والله فكرت شغلة 5,000 قلت لحالي اترك له اياها وامشي شو هالحكي اترك له اياها وامشي؟ رجوها 13,000 بدي على قامتي انا انت ليش تنزعها؟ شغلة مو شغلتك ليش الشغلة؟ هذا الرسول شغلة ما بتعرف فيها ليش تدخل فيها؟ شايف الحشري كيف؟ ضريت على قدك تاخذ لي جيب لي انه معك اشاط انا اشاط ليك ما بكفي الاشاط معي ولا بسعيا تحصيل الساعه 8 لي ساعه بتل بالسياره اقعد تخربها هو حاطط له راسور قوي يعني رأيك العطل من المرجوحة؟ ايه من المرجوحة عليك وشوف الراسور يا معلم العطل من عندك هات تعطينا اللي بسجل حاسبه اخي عم بيقول العطل من عندك تحاسبه مو بابا ايه بابا تاكسي ما قلت له وقفوا لك شو يلا طولي بالك لك بيس قاف ما بتسعنا تاكسي شو السجل اللي تجيب؟ حاسبه الوقت خرج بسجلة وهو بيحاسبك جيب ابوك خليه حاسبه السلام عليكم سلام عليكم جو انا والله مستعجل ولا مسجده طيب وقفوا بيكاب الجماعه اخي ما في ست مدو طول البالك خلى مو وقت فعلوا تفعلوا فعلوا عندكم مسجده 20,000 ليره بدي اخذها اصلحها يا زلمه خربانه ما اجي فيها انت وياه شو بدك انا جاهز بس اعطوني النتيجه لا تركب خربانه هاي من عندك يا شو خربانه راسوره بيجي خربانه لا تعال شوفوا هذا رفيع هذا تخيل دبر حالك يلا خاطر تعطيني حقه وانا شو حكي المسجل راح تاخذ المسجل ب 5,000 وتعطيني حقه بكون خالص انا وياه بعدين بتجي حقه 25,000 ورقه تاخذها 5,000 كم ورقة. كم شريط مع المسجله؟ بتجي 2 من قدام و3 ما بتشتغل اصلا المسجله اهلين حبيبي بفلاتها عندي اشوف دق الشغله 2 من قدام و3 من ورا اخي انا بدي اروح بكون شيء يعطيكم العافيه شغله مو شغلتي لك اخي المسجله اشتري لهل... اخي انا باخذ حقك لهلا بلا عشاء صارت الساعه 8 اذا انت هلا بلا عشاء يعطيك العافيه يعطيك العافيه يروح لك بدي روح خليني روح لك مالي ابلان انا لك اخي بدي روح الله يخليك لك بدي روح تعال عند الكاميرا الخفيه شفتها انا شو بعمل لا تصدق اني صورتك حظك جابك جنب مني وصورتك شو بعمل لا تصدق اني صورتك حظك جابك جنب مني وصورتك بالصدفه مارق من هون ممكن الواحد يسرق لحتى يجيب هدية خاصة إذا كان معجب بأعمال فنانة مهضومة وذكية ومميزة مثل أثار الحكيم بس يخسارة هو انكمش بالمطبخ وحب يورط الفنانة يلي ما وصته على شيء لحنشوف سوا يعطيك العافية مدام أثار الحكيم العافية. الأخ لقطه بالمطبخ عم يجيب هدول الأغراض سألته عليهم بيقول لي للفنانة أثار الحكيم وضع مو طبيعي جراب زين تفاح شامي عنب شامي فاصوليا عيش خانوم بتبيعهم يعني ولا حد جايبهم لا إلك هدول إلك يعني أيوة من مين الوالدة بعثت لك يا الوالدة هيك والدتي والدتك أنت والدتي بعثت لك يا طيب كيف وكمشني على أساس أنا يعني سارق وانسرق أكيد هالشي هذا اللي صار يعني لا. حضرتك مسكوني حضرتك مسكته أكيد ليش إنه أخذهم من المطبخ بيقولي الفنان أثر الحكيم قال هي طلبتهم إيه مو انت قلت لي بدك ياهو بدك فواكه من الشام وخضار فهدول من الشام كله شامي هذا ما في منه فاصوليا عيش خانوم ما عندكم منه انا طلبت من مين وانا عايزه هي باذنجان وهذا جزر للنظر ايوه انا اعمل بيه تفاح اطبخ يعني لا لا خذيهم معك على مصر هذا ما في منه بمصر ايش ايه على مصر خضار فواكه مو بس خضار ميرسي الله يخليك ممكن نطلع على الغرفه احط لك اياهم مشان بس بدك تسافر في الهواء بس بدك تسافر مو بدك ما عم بيخليني اتحرك هذا نحل الموضوع او ما بعرف حلو ازاي اذا بدك تعطينا ورقه او شيء بتضمن تعهد ايه عاملين له تعهد انه انا ما يتركني بده ينأذى بهالموضوع هذا اكيد ايوه يعني انا دلوقتي عايزني اعمل ايه عشان هو ما ينأذى بس مشان تعملي لي تعهد انه الك هدول الاغراض انه اي شيء بطالعه مستقبلا من الاوتيل
بيمشي الحال. تطلع بالمستقبل ازاي من الاوتيل؟ هدايا هدايا، بقدم هدايا كثير للفنانين. في الاوتيل؟ لا بمرق على الاوتيل كثير. وازاي بتمرق على الاوتيل وتاخذ دول من مطبخ هدول؟ معك سياره؟ انا خالي تاخذون احط لكم اياهم بالغرفه. ما بعرف شو ساوي لك فيهم. شو ساوي لك فيهم خالي؟ هدول صغار كثير، بكره بتطبخي لي اياهم لست اسار. دلوقتي معطلة عن شغلها. طيب هدول ست مدام مو والدتها؟ هدول اشري لي اياهم بتطبخي لها زهره. انا مش والدتها. هلا قالت لي ست الوالده. لا ما قالت لي ست الوالده. لا والنبي الله يخليك. هي خالة. باذنجان هذا مقلي صغير كثير، بعدين بصير نتبه. مضطرين. يا بتعمل تعهد، بتعمل بتضمنه. كوفيد. حضرتك. هو انا عامل تعهد ليه؟ بس عاملين تعهد الله يخليكي. ما بيصير بس الله يخليكي تعهد دخيل عيني. بده يمشي معك. بس انه انفض انا من القصه اللي انا فيها. ما حد. انت اعترفت انك سرقهم؟ مو سرقه، مو سرقه. انا مو سرقه. تقطيف تقطيف. قطفتهم من المطبخ. قطفتهم كيف؟ المطبخ قطف. قطف سرقتهم يعني؟ مو سرقه بمعنى سرقه. قطف من هون ومن هون. دلوقتي انت بتقول انا طلبتهم منك؟ انت طلبتيهم منك. وبعدين انت قايل ان انت رحت سرقهم من المطبخ. مظبوط؟ مو سرقة. انت معترف. مو سرقة. يلا يلا يلا. مع بعض اوكي اكتب ورقة تعهد. ادفعي لهم حقهم ست اسار. ادفع لمين؟ للمطبخ. ليه؟ عن طريق الشرطي. ما دام انت عملت غلط لازم تاخذ عقاب. انا مشان لاني يعني بدي اقدم لك اياهم تاخذوهم معكم على مصر، انا معجب باعمالك. تقدم لحد حاجة تروح تسرقها؟ منين بدي اجي؟ لا انا كنت اديتني الطائرة على راسك دي. منين بدي اجي؟ منين بدي اجي؟ معجبة بيك أكثر. لا بتاعتك مش سرقها. مو سرقة. هي أهم. هلا الطاقية ما بحسن بعطيك إياها مستعيرة. تستعيرها غير سرقة. الطاقية الطاقية. الطاقية. ايه. وبتاعتك كمان. لا كمان لا. يا يلا يلا أخي. بتعمل لك تعهد. الطاقية ايه هي بحسن ما أعطيك إياها، هي الطاقية لا ما بحسن ما أعطيك إياها. ايه؟ الطاقية ما بحسن أعطيك إياها. يعني ايه ما بحسن؟ يعني ما بقدر. ما بقدر. ما بقدر. ما بقدر دي إيه؟ يعني ما بحسن أعطيك إياها. ليش؟ مستعيرها. هدول بحسن أعطيك إياهم. طب ما دام دي مستعيرها ودي سرقها تفرق في إيه؟ يلا رايحين معلش ست اسار بس دخيل عينك بس تعهد منك مشان يتركني تعهد بايه يطلق سراحي بايه على فكره ما في داعي للتعهد ما دام قولي انه حضرتك بكل صراحه قلت له يجيب لك اياهم بدون اي مقابل يعني او امشي معنا على القسم كمان ورده امشي معك على القسم تروحي على القسم يفضل مشان حضرتك طيب روحوا انتوا انا مالي علاقه انت وياها روحوا على القسم تعهد لك وانا تركوني اعتبار هي المحرض تركوني في فنانين كثير بدي اشوفهم لسه كمان جايب لسه قفصين كمان للفنانين بدي اعطيهم اياهم والله بس مو مثل هذا مين بقى ايه رايك اقول لك حاجه في اسماعيل ياسين فوق جايب له قفص فوق جايب له قفص مش انت جايب للفنانين مو لكلهم مو لكلهم مو لكلهم استاذ اسماعيل ياسين ده مهم معاه هذا الوالد ما بيعرفه الوالد ما بيعرفه الوالده قالت لي شوف اسامه الحكيم بتحبك كثير على التلفزيون اعمالك كثير حلوه ومين فنانين ثاني ما بعرف تسمع هيك اسماء في شو اسمه؟ اسماعيل ياسين مدام في المعرفة الكبيرة هي خليك معركة شو؟ بس بدنا حدا مجال تروحي معنا على القسم بس مشان تعملي تعهد بس هي لحظة شوي بس انت تاخذها انت لما شو؟ باخذها لان حضرتك بتضل ونحن ما سمعت شو بدك؟ عايزة حد من امن الفندق انا امن هون حضرتك امن فندق ولا امن بوليس؟ امن المطعم شو بتأمري نساوي؟ يعني كيف انا اروح معاه وانت تمشي؟ يعني انا هروح معاه ليه مش عشان انقذك انت؟ مشان انا قصدي صندوق الفواكه غير هيك مشان هي كمان لانه هي المحرض الاساسي للموضوع هذا جابوا انت اسمك ايه؟ توفيق توفيق الباشا توفيق الباشا ايه؟ الباشا العمري العمري؟ طب انا اثار الحكيم وانت توفيق الباشا العمري وهذا اختار اوكي وهذه برميطه وهذه مش عارف ايه وبعدين ايه اللي يثبت؟ افضل انت اسمك ايه بقى؟ انا سعيد سعيد ايه؟ برؤياكي الله 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 يخليك والله ازاي الاستاذ برؤياك تمام انا كثير معجب باعمالك انا والوالده هلا ما بيهمنا هالشيء هذا على فكره بدنا نطلع على المخفر وخلص المواضيع كلها اذا بتقول الوالده اسمها ايه؟ الوالده اسمها ايه؟ خديجه خديجه بحب قوي الاسماء القديمه خديجه وفاطمه وزينب وعائشه قلت لي حضرتك اسمك ايه؟ جده اسمه رامي ممكن تروح الكاميرا الخفية شفتيها الكاميرا؟ ايه شفت الكاميرا الخفية هنا؟ يا سلام الفنانين دايما حلوين الفنانين علينا غاليين الفنانين حلوين حلوين والفنانين علينا غاليين ممثلين ممثلات
ومطربي ومطربات كلهم حلوين دايما حلوين لكن معانا كتير عفويين كلهم حلوين دايما حلوين لكن معانا كتير عفويين الفنانين قفشات ضاحكة عفوية متكتكة قفشات ضاحكة عفوية متكتكة والأحلى ردة فعلك عصبية رومانتيكة